مشاهدينا الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب الحلقة دي هي حلقة رقم أربعة في سلسلة الرحلة اللي احنا بدأناها من العهد القديم رحلة ميلاد شخص ربنا مخلصنا يسوع المسيح بدأنا هذه الرحلة من سفر التكوين ابتداء من أصحاح ثلاثة وعدد خمسة عشر لما اتكلمنا عن النبوة التي نطق بها الرب عن نسل المرأة وأن نسل المرأة يسحق رأس الحياة وابتدى الرب مع الوقت يعلن لنا تفاصيل أكثر عن المخلص عن شخص يسوع المسيح الذي سيأتي في ملء الزمان لكي ما يخلص العالم والخطاة من خطاياهم ورأينا أنه ابتداء من, من أيضا من عند أيام نوح ومن أولاد نوح الثلاثة الرب اختار سام لكي يأتي منه المسيح ثم رأينا من نسل سام اختار الرب ابراهيم وأقام الأمة اليهودية لكي ما يأتي منها المخلص ومن ابراهيم رأينا أيضا اسحاق ثم رأينا يعقوب ومن يعقوب رأينا أن الله اختار سبط يهوذا لكي يأتي منه الذي له السجود والذي له العبادة والاكرام ومن سبط يهوذا اختار الرب أيضا عشيرة هي عشيرة بيت يسى الذي يسى ابن داود أبو داوود سوري فمن داود ومن نسل داود سيأتي المسيح كل هذه النبوات رأيناها في دراستنا في رحلة ميلاد المسيح النبوات التي تحدثت عن ميلاده في العهد القديم هنكمل النهاردة في الحلقة دي بعض النبوات المهمة الأخرى اللي أيضا اتكلمت ب... يعني بتفاصيل خاصه جدا عن طريقه دخوله الى العالم وايضا عن مكان ميلاده وعن الاسماء وعن صفاته وعن عن شخصه هنبدا باشعياء لما بيتكلم عن ولاده المسيح من عذراء وهذا الشاهد المهم جدا اللي بنجده في سفر إشعياء وفي أصحاح سبعة وفي عدد أربعة عشر لما بيقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل هذه الآية في كام كلمة هنا مهمين جدا هنحاول ان احنا نقف معاها ونتامل فيها وفي نفس الوقت ندرسها علشان نجيب على بعض الاسئله المرتبطه بهذا النص المهم ولكن يعطيكم السيد نفسه ايه هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ هذه النبوه فيها اكثر من كلمه مهمه جدا واحنا بنتكلم عن هذه النبوه اول كلمه ولكن ودي مبنية على ما سبق يعني كان النبي إشعياء بيتكلم عن بعض الأمور وبعدين بيبني على ما سبق هذه الكلمات لما نرجع إلى سفر إشعياء وفي الإصحاح السابع بنجد أنه وحدث في أيام أحاذ بن يوثام بن عزية ملك يهوذا إنه ملك رسين ملك أرام صعد مع فقح بن رماليا ملك اسرائيل يبقى ملك ارام اتفق مع ملك اسرائيل طبعا يهوذا كانت تحت او المملكه الجنوبيه هي اللي تحت اسرائيل وكانت كانت فوق فاتفق على محاربه محاربه يهوذا يعني هم كانوا عايزين يعملوا حلف ثلاثي ارام والسامره ويضموا يهوذا غصب عنها علشان يقدروا يحاربوا إيه؟ يحاربوا اشور يهوذا رفضت فبالتالي ملك ارام وملك السامره اتفقوا على محاربه ملك يهوذا ومملكه يهوذا وقالوا انه احسن حاجه احنا نبيد يهوذا ونبيد المملكه دي ونعين واحد يتفق معنا ويحقق اللي احنا اللي احنا عايزينه. طبعا ملك يهوذا ارتجف يقول عنه الكتاب انه واخبر بيت داود وقيل له قد حلت ارام في افرايم فرجف قلب وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح شعب يهوذا كله بما فيها الملك انه خافوا وارتعبوا جدا وبعدين الرب قال اشعياء قال له ايه فقال رب الاشعياء اخرج لملاقاة احاز انت وشار يشوب ابنك الى طرف القناة روح وقابل ملك يهوذا وتكلم معاه برسالة من الرب له شخصيا والرسالة دي بتقول ايه الرسالة دي بيقول وقل له احترز واهدأ ما تخافش كويس لا تخف ولا يضعف قلبك من اجل ذنب هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب رسين وأرام وابن رماليا لأن أرام تأمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رماليا قائلة نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملك ابن بطوئيل هكذا يقول السيد رب لا تقوم لا تكون يبقى الفكرة الرب يعني أو الرسالة الرب كلف بيها إشعياء انه يوصلها للملك الخائف المرتعب هو وقلوب شعبه الرب بيقول له ما تخافش دول عبارة عن شعلتين مدخنتين مش هيأذوك بس انت ثق في الرب واتكل على الرب وضع اتكالك كله على شخص الله ولا تخف من ملك أرام ولا من ملك إسرائيل كويس؟ ليه؟ لأنه ملك أرام وملك إسرائيل الهدف بتاعهم هنروح يهوذا كويس يهوذا دي السبط اللي ربنا اختاره فاكرين انه هيأتي منه المخلص وهنشيل ملك يهوذا اللي هو يعتبر امتداد لمملكة داود آه ابن داود كويس آه من نسل داود نشيل ملك يهوذا ونحط عيلة اخرى آه ابن بطوئيل نحطه ملك وبالتالي اذا حدث دون يبقى بيت داود اختفى من الوجود يبقى بيت داود ملهوش اي وجود تاني الرب قال لا يكون ولا يقوم لان الرب وعد داود من قبل ان المسيح هيأتي من نسله وانه اللي هيجلس على كرسي مملكتك الى الابد هيكون من نسل داود اللي هو من سبط يهوذا فالسبط يهوذا لن يزول ونسل داود ايضا لن يزول دي كانت رسالة الرب طبعا الملك أحاز ما كانش يعني بقلبه مع شخص الرب فقال إيه ليه أشعياء ثم عاد الرب فكلم أحاز أطلب لنفسك آية من الرب إلهك عمك طلبك أو رفعه إلى أو رفعه إلى فوق أطلب وأنا الآية اللي أنا هعملها دي هتأكد هأكد ليك من خلالها انه انا هحقق اللي انت آآ يعني تتمناه انا هحامي عنك انا مش هخلي ملك ارام يجي لك ولا هخلي ملك السامره يقوم ضدك ولا هخليهم ينجحوا في انهم يزيحوا بيت داود من الوجود وايضا ينتصروا على يهوذا فاطلب ايه تؤكد لك صدق اللي انا بقوله وانا هعملها لاؤكد لك صدق ما اقول، طبعا الملك هنا فقال احاز لا اطلب ولا اجرب الرب. هو طبعا احاز يعني كلنا اللي بيدرس الكتاب يعرف انه ده مش دا يعني مش ده ايمان احاز، احاز اوريدي كان كان قرر انه يطلب معونه من مصر يعني انه هيلتجئ الى امم وشعوب تعينه في محنته ولن يثق بالكامل في شخص الله فلما بيقول هنا انه لا اطلب ولا اجرب الرب هي عباره عن يعني تدين مزيف يعني مش حقيقي مش اعلان على ثقته الكامله في شخص الله فقال له اشعياء طيب فقال اسمعوا يا بيت يبقى في عدد 13 الرب قال لاحاز اطلب ايه وعمك طلبك وبعدين لما رفض رسالة الرب توجهت إلى بيت بيت داود توجهت إلى بيت داود الرسالة بتقول إيه فقال اسمعوا يا بيت داود هو ذا قليل عليكم أن تتجروا الناس حتى تتجروا إليه أيضا ولكن يبقى النبوة دي قيلت لبيت داود بيت داود اللي كان خايف أنه هيتشال وانه هيتمحي لانه طبعا اي ملك جديد بيحاول انه يعني يبيد المملكه اللي كانت قبليه علشان ما حدش فيهم يطالب بالملك في يوم من الايام. يعني ده كان الممارسات اللي معروفه في هذه الثقافات وهذه الحضارات القديمه حتى لما في ثقافتنا وفي حضارتنا المصريه نعرف انه لما كانت بتيجي داينستي او مملكه من الممالك الاسره مثلا 18 كانت الاسره ال 18 بتمحي تاريخ حتى الكتابات اللي موجوده على الحوائط بتمحي تاريخ الاسره اللي قبلها وبتحط تاريخها هي والاسره اللي بتيجي بعدها بتمحي تاريخ الاسره ال 18 وبتحط تاريخها هي ايضا فهنا انه الخوف كان على انه اباده بيت داود وبالتالي اذا ابيد بيت داود يبقى الوعد الالهي بمجيء المسيح من بيت داود تعطل هنا بقى رساله الرب بتيجي لمين لبيت داود اسمعوا يا بيت داود نسمع ايه انه في يوم من الايام هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل يبقى النبوة عشان كده بقول ولكن لكن مبنية على المقدمة اللي احنا قريناها دلوقتي في أشعياء وأصحاح سبعة آية كلمة آية كلمة مفتاحية جدا في فهمنا لهذا النص ليه؟ لأنه آية أو العبري بتاعتها أوت بتعني أمر فوق الطبيعي أمر سوبر ناتشرل. أمر معجزي أمر ليس في قدرة الإنسان أن يصنعه أمر ليس في قدرة البشر أن يفعلوه يبقى لما يقول هنا آية يبقى الآية دي هي حاجة يصنعها فقط شخص الله ما ينفعش البشر يعملوه يعني البشر ما ينفعش يعملوا هذه الايه، الايه دي هي عمل الله نفسه، عمل الله ذاته، هو الذي يستطيع ان يصنع الايات والعجائب، عشان كده لما نيجي لكلمه ايه هنا مهمه جدا في فهمنا لهذا النص، انه الميلاد العذراوي هو ايه هو معجزه هو ليس ليس كما اعتاد البشر ان تكون الامور لكنه ده تدخل الهي في ميلاد المسيح ان الروح القدس يحل عليك والمولود منك ويدعى ابن الله فهي ايه هي معجزه فبكل المقاييس هي ايه وكمان مش بس ايه لو جينا العهد الجديد هنرى انها ايضا سر عظيم هو سر التقوى إيه بقى سر التقوى الله ظهر في الجسد فهي آية ومعجزة وطبعا هنيجي نتكلم عن الجزء الأخير والكلمة الأخيرة هنا كلمة إيه كلمة هالعذراء هالعذراء وهنا بنيجي لكلمة باللغة العبرية اللغة العبرية فيها أكتر من كلمة فيها كلمة بتولة كلمه بتوله يعني حتى عندنا يمكن في العربي انه نقول يعني عذراء العذراء هي البتول فكلمه عذراء بتوله بالعبري لكن الكاتب بالروح القدس اشعياء استخدم كلمه ها علما ودي الكلمه دي بتعني بتعني ايه الكلمة دي بتشير إلى فتاة شابة ناضجة لكنها غير متزوجة فتاة شابة ناضجة غير متزوجة. كويس وطبعا الكلمة دي ذكرت ذكرت سبع مرات في العهد القديم وفي كل مرة من السبع مرات دي كانت بتشير إلى فتاة لم تعرف رجلا بعد في كل المرات يعني في كل المرات التي ذكرت فيها في العهد القديم كلمة علمة كانت تشير إلى فتاة شابة لم تعرف رجلا عمرها ما استخدمت لتشير إلى امرأة متزوجة لكن كانت تشير إلى فتاة لم تعرف رجلا بعد. هي ناضجة هي يعني نقول على وش زواج لكنها مش. آآ آآ متزوجة فتاة آآ آآ لم تعرف رجل كلمة علمة في اللغة العبرية واللغة الأجروتية اللي هي اللغة الأصلية اللي لأيضا لما آه لبلاد ما بين النهرين وغيره استخدمت لتشير الى كلمه عذراء فبالتالي لان البعض بيقول ايه هي لا المفروض انها كانت في شابه ايام آه امراه متزوجه او فتاه آه حديثة الزواج أيام إشعياء وإشعياء بص إليها هو يعلمها جيدا وقال هل عذراء هذه الفتاة الشابة تلد وتحبل آه آه يعني تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل طبعا الكلام ده غير صحيح ليه؟ لأنه إيه المعجزة في فكرة أنه إذا كانت واحدة متزوجة تحبل وتلد يعني إيه المعجزة فيها؟ ما كل المتزوجات بيحبلوا والده إيه المعجزة؟ ليه يذكر هنا أنه هل عذراء تحبل أنه الرب نفسه يعطيكم آية؟ إيه الآية اللي في كده؟ طبعا ما فيهاش آية دي ده شيء طبيعي يعني يعني إذا إذا امرأة عرفت رجل وولد لهما ابن، إيه المعجزة في كده؟ ما ده الطبيعي اللي ربنا، ده الأمر الطبيعي اللي كل الناس وكل الـ الأبناء والبنات بيولدوا بهذا الشكل، إنه إنه اتنين متزوجين أنجبوا طفل، إيه المعجزة فيها؟ يبقى اختفت فيها فكرة المعجزة. المتعارف عليه بقى، طب ليه إشعياء استخدم كلمة علمة ما استخدمش كلمه بتوله احنا حتى في ثقافتنا يمكن اه الامور بدات تتغير لكن في ثقافتنا لو رجعنا الى عشرين اه سنه او او اكثر انه لما يقول انه اه اه يعني فلان اه عنده بنت شابه على وش زواج معناها انه لم تعرف رجل يعني يعني عيب عيب انه مثلا يعني لو انت تخيل مثلا حد حب حب انك تساعده يتزوج وبعدين عارف كمان انه فلان عنده بنت على وش زواج ما بتقولوش انا اعرف فلان عنده بنت عذراء لانه لو قلت كده انت بتعني شيء سلبي يعني يعني آآ آآ كلمة لا تقال في الثقافة القديمة لكن تقول أن أنت عنده بنت شابة ولما تعني تقول بنت شابة أنت على طول المعنى أنها لم تعرف رجلا أنها لم تتزوج أنها على وش زواج أنها لم تعرف رجلا بعد فأشعياء لما بيتكلم بيتكلم بهذه الثقافة أنها الفتاة الشابة التي لم تعرف رجلاً هتحبل في يوم من الايام بطريقه معجزيه لانها ايه وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل فده ده اللي قاله اشعياء لما نيجي للترجمه السبعينيه الترجمه السبعينيه اللي هي ترجمه العهد القديم الى اللغه اليونانيه واللي تمت قبل ميلاد الرب يسوع بحوالي 250 سنه يعني لسه لسه الرب يسوع لم ياتي ولم يدخل العالم الترجمه دي نفسها اللي هي ترجموها علماء اليهود اللي هي قبل مجيء المسيح بأكثر من 250 سنة عندما ترجمت إشعياء أصحاح سبعة وعدد 14 قالت إيه؟ قالت هل عذراء استخدمت الكلمة اليوناني اللي بتعني عذراء بارثينوس بارثينوس هل عذراء امرأة لم تعرف رجلا لم تتزوج هل عذراء تحبل وتلد ابنا دي الترجمه السبعينيه وعشان كده لما جه متى يتكلم عن المسيح يقول كما قيل بالنبي هل عذراء تحبل يبقى المعروف انها ايه؟ انها عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. طيب لما نيجي الى الطفل بقى المولود وزمان واين ملاذ يعني زمان ميلاده. اليهود لما يقعدوا يقروا الايه دي هل عذراء تحبل وتلد وغير اليهود لما يقروا هذه الايه ان رب نفسه يعطيكم ان رب يعطيكم بنفسه ايه هل عذراء تحبل وتلد؟ مين هو الطفل؟ مين هو؟ واين زمان ميلاده؟ في ثلاث اي حد بيقرا تفاسير هيعرف انه طبعا في ثلاث مدارس تفسيريه بعضها بعيد عن روح الكتاب وطبعا في مدرسه هي بتتماشى مع روح الكتاب. مدرسه البعيده عن الكتاب هي مدرسه سوري هي مدرسه التحقيق القريب، يعني ايه التحقيق القريب؟ المدرسه دي بتقول انه اوريدي لما اشعياء قال الكلام ده كانت في واحده على وش زواج او او كانت لسه متجوزه كويس واشعياء عرفها وقال انه هالعذراء العذراء اللي لسه متجوزه ديًا هتحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ عمانوئيل وممكن يكون الابن دون اللي اتولد هو حزقية الملك او الابن المولود هو ابن اشعياء نفسه كويس هنيجي للنقطه دي طبعا دي مدرسه موجوده المدرسه الثانيه بتقول لا هي في النبوه دايما بيبقى في تحقيق قريب وفي تحقيق بعيد يعني في في حاجه اتحققت لما اتقال هذه النبوه وفي تحقيق كامل ليها في شخص يسوع المسيح هنتكلم ايضا عن المدرستين والمدرستين دول ونقول ليه احنا المدرستين دول انا شخصيا يعني اختلف معهم المدرسة التي أتفق معها طبعاً وأتفق معها حتى أباء الكنيسة وكل المفسرين المحافظين أن هذه النبوة وجدت تحقيقها في شخص يسوع المسيح في شخص يسوع المسيح لما نيجي لمدرسة التحقيق القريب اللي بتنادي بأن الطفل اللي مولود هو يا إما يكون حزقية الملك أو يكون ابن إشعياء اللي هو مهير شلال حشباز كويس وعندنا مشكلتين هنا طبعا المشكلة الأولى هي المشكلة أنه أول حاجة أنه حزقية كانت ولد بقاله تسع سنين مولود لما إشعياء أهل هذه النبوة وبنعرف كده من الملوك الثاني أصحاح 16 الحاجة الثانية أنه إشعياء كان اوريدي عنده ابن آه هو اتولد لي ابن بعد كده لكن اوريدي كان عنده ابن لأنه بنقرأ في أصحاح سبعة يقول الرب الإشعياء يقول له فقال الرب الإشعياء أخرج لملاقاة أحاز أنت وشار يشوب ابنك يبقى الابن البكر الإشعياء هو مين شار يشوب يبقى إشعياء كان متجوز وبيقول عن مراته انها نبيه، فاشعياء كان متزوج وبعدين عنده ابن من آه من زوجته، وبعدين بعد كده الاحداث دي عرف امرأته فحبلت وولدت ابنا ودعت اسمه ماهير شلال حاش بز. طبعا اسم كبير وما اي يعني اسره الرب هيديهم اولاد انه يختاروا اسم زي كده لانه ده اسم يعني ده اسم مربع من اربع اسماء وليس اسم قصير يعني سهل. كلاهما زي ما قلت كلاهما حزقية ومهير شلال اتولدوا بطريقة طبيعية يعني يعني حزقية اتولد من أب ومن أم ومهير حلال اتولد من إشعياء وزوجة إشعياء فإيه الآية في كده يعني آه آه إيه الآية كده الاثنين اتولدوا بطريقة آه طبيعية جدا فبالتالي لما يقول هو ده السيد ورب نفسه يعطيكم آية يبقى ما فيش آية هنا ما فيش معجزة ايه التدخل اللي حصل هنا فوق طبيعي فاولاد الطفل من فتاة شابة متزوجة لا يعد معجزة لا يعد معجزة في شيء بل على العكس فهو امر عادي جدا ولا يحمل اي شيء خارق للطبيعي وبيحصل كل يوم وبنشوف وبنشوفه حوالينا في كل يوم ومجتمعاتنا وجيراننا واولادنا واحفادنا كل دون يعني ده الامر الطبيعي اللي اللي موجود يبقى بالتالي مدرسه التحقيق القريب مدرسه يعني نقفل عليها ليس لها اساسا اي مصداقيه كتابيه. نبوة طبعا تحقيق المصداق بتقول لا هي اتحققت اتحققت ممكن يكون في ولاده ابن اشعياء لكن ليها تحقيق اكبر في ولاده شخص الرب يسوع المسيح. المشكله برضو هنا انه الاختلاف جوهري جدا ما بين ولاده شخص ايام اشعياء وولاده الرب يسوع المسيح فما ينفعش يعني الطفل اللي اتولد ايام اشعياء لو فرضنا ان الطفل اتولد اتولد بطريقه طبيعيه اما المسيح فاتولد بطريقه معجزيه فلا يوجد اي وجه تشابه بين الاثنين فالاول ولد بطريقه عاديه جدا من امراه عرفت رجل اما الرب يسوع فقد ولد من عذراء لم تعرف رجلا كانت مخطوبه ولم تعرف رجلا ان ولاده الطفل الأول لم تكن ايه اما ولاده المسيح فهي ايه هي معجزه مدرسه طبعا اخيره ودي المدرسه اللي سواء يعني اباء الكنيسه او المفسرين المحافظين كلهم ان هذه النبوه مرتبطه بالكامل بميلاد شخص ربنا يسوع المسيح. دي نبوه تم تحقيقها في ميلاد الرب يسوع المسيح. بعد اكثر من 700 سنه من اعلان الرب هذه النبوه على لسان اشعياء. فالطفل الذي يتنبا عن ميلاده اشعياء هو المسيح الذي يولد من عذراء ويحدث بميلاده حضور الله مع شعبه دي النظريه التفسيريه اللي يعني قال عنها حتى متى انه لكي يتم ما قيل بالنبي القائل هالعذراء العذراء تحبل وتلد ابنا طيب عندنا تليفون ناخذ مداخله الاخ عمر من المغرب اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك كيفك انت أنا الحمد لله بخير. اتفضل. يعني بالمناسبة للميلاد السيد المسيح هو فعلا مذكورة في سفر الأشعية يعني نفس العبارة اللي ذكر إنجيل متى يعني أن العذراء ستحبل وتلد ابن يسمى, يسمى عمانوي صح. هذا صحيح. لأن يعني اليوم أنا درست يعني هذا شيء عجيب يا صدفة. لان كنت درست في, في هذا الصباح ووجدت ان لأن السيد المسيح يعني كان هناك نبوءات في ليس فقط في اشعياء انا اظن هناك صح. في نعم حول ان هناك نبوءه حول بيت لحم صح في بيت الخمسه صح نعم ايوه ده... ف... حضرتك لكن المشكلة نعم نعم حضرتك بقى سنين تعرف الرب يسوع؟ نعم اه يعني منذ يعني منذ التسعينيات وانا اعرفه اه اه الرب يباركك عرفت الرب ازاي؟ آه كان زمان ما كانش فيه يعني لسه الميديا والتلفزيون والحاجات دي كلها آه لا بالعكس كنت آه كان هناك يعني المكان الذي كنت انا اعيش فيه الحال يعني الناس يحتفلون بعيد الميلاد ولكن توصلت عن طريق قناه صد سبعه يعني كان آه. ذلك زمن بعيد يعني جميل. آه. يعني كنت مريض كنت مريض بالكلية ولكن لما كنت احتاج يعني الكلام يعني شيء يعني عن طريق تلك الفضائية وانا عارف فمن هناك عندي تعمقت يوم بعد يوم ف... لكن الذي تأثرت أكثر هو المولد السيد المسيح أمين أمين الرب يباركك يا أخ عمر آه طبعا يعني نبوات كثيرة موجودة في العهد القديم يمكن أكثر من 300 نبوة موجودة عن شخص الرب يسوع في العهد القديم يعني هي اصلا مذكورة وخصوصا ان ذكر حتى يعني حسقيان على ما اظن او ميخا لان كانوا هناك انبياء ذكروا عنه صح ده صح ده صح يعني الرب يباركك وكل سنة وحضرتك طيب عيد ميلاد مجيد وسنة سعيدة شكرا عليك مخير. شكرا عليك. آه وكل سنة وحضرتك طيب فميلاد الرب يسوع تنبأ عنه اشعياء اشعياء اللي قاله لنا اكثر سفر في العهد القديم اتكلم عن اشعياء عن الرب يسوع كان هو سفر اشعياء عشان كده حتى احنا بنسمي اشعياء النبي الانجيلي يعني اللي يدرس فينا سفر اشعياء يعرف انه اشعياء يعتبر نبي انجيلي بمعنى انه النبي اللي بيتكلم اكثر عن الاخبار الساره اللي هتم بميلاد الرب يسوع المسيح وبموته وبقيمته يعني حتى يطلق على سفر اشعياء الانجيل الخامس يعني احنا عندنا اربع نجيل متى ومرقس ولو او يوحنا يعتبر اشعياء هو الانجيل الخامس اللي اتكلم بالنبوة عن ميلاده وعن صفاته وعن موته وعن صلبه بالأخص أشعياء 53 يعني أنا الرب أعطاني نعمة أن أكتب كتاب عن المسيح في سفر اشعياء أه أه يعني لاقدم هذه الصوره الجميله التي قدمها اشعياء النبي قبل مجيء المسيح باكثر من 700 سنه. فميلاد المسيح من عذراء هو ايه هو معجزه لان حدوثها مبني على قدره الله وليس على امكانيه البشر يعني إمكانية البشر يتزوج وفينجب فينجب ده امكانيه والرب طبعا حتى الزواج والانجاب من يعني من من زوجين ده معجزه في حد ذاتها لكن ده الطبيعي عايز اقول ده النورم اللي ربنا حطه ده الشيء الوسيله الطبيعيه اللي ربنا قررها قرر انه يكون في نسل ويكون في تكاثر على الارض لكن ان تولد ان يولد شخص من عذراء هذه هي الايه هذه هي المعجزة هذه هي الأمور التي ليست في إمكانية البشر أن يصنعوها عشان كده لما نيجي لمتى وأصحاح واحد وفي عدد 18 متى بالتفصيل يقول لنا هذه الكلمات أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع يعني لم تعرف رجلا بعد وجدت حبلى من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا يوسف رجل طيب وطقي طبعا أنه يعني يجد خطيبته حامل ده في حد ذاته يعني صدمة نفسية وصدمة يعني من كل النواحي صدمة في هذا الامر ازاي طب وانا في المجتمع طب اعمل ايه طب انا دلوقتي اتصرف ازاي كل هذه الامور فاراد ان انه يعني يا بنت الحلال انا من ناحيه وانت في ناحيه ومن غير مش هقول حاجه ولا كانه في حاجه خالص هتكلم فيها مع الناس فلاني بقدرك واحبك واحترمك فانت يعني أيول الكتاب أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور هنا التدخل الإلهي إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا أهو فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص الشعب من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل يبقى ده كله تم لكي ما يتم ما قيل بالنبي طبعا البعض بيقول انه لكي يتم ما قيل معناها انه بنفس الطريقه اللي تم بيها او على مثال الشيء اللي تم زمان هيتم بيه لكن هناك فرق كبير لا يمكن ابدا دي المره الوحيده اللي في التاريخ البشري كله يولد انسان من امراه دون تدخل رجل. عشان كده هي ايه ومعجزه. يصنعها الرب وليس البشر دي نبوة دي النبوة الخاصة بدخول المسيح إلى العالم إنه هيدخل إزاي إلى العالم هيدخل من عذراء وطبعا تناولنا أهمية الميلاد العذراوي وكلمنا كتير عن هذا الموضوع ويمكن الحلقات كمان الحلقتين اللي جايين من برنامج عبر الكتاب الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعده هيتناولوا حتميه وضروره واهميه الميلاد العذراوي في ايماننا المسيحي. لكن بجانب انه الكتاب تنبا عن طريقه دخول المسيح الى العالم الا انه ايضا تنبا بتفاصيل اكثر عن مكان ولاده المسيح. وهنا هنا بنقف عاجزين امام كلمه الله اللي هي يعني كلمه صادقه في كل ما اعلنه الله عن نفسه وعن مقاصده. النبوه دي موجوده في ميخا وميخا يعتبر كان معاصرا لاشعياء يعني في القرن الثامن قبل الميلاد كان ميخا يعني بنقول 700 سنه قبل الميلاد. وميخا تكلم عن المسيح بأكثر من صورة وقدم المسيح بأكثر من وصف لكن ميخا الذي يعني اشتهر به في نبوته هذه الآية المرتبطة بميلاد المسيح يسوع هنا يقول ايه يقول اما انت يا بيت لحم يبقى مدينة ايه بيت لحم بيت الخبز. أما أنت يا بيت لحم، وبيت لحم دي قرية صغيرة جدا من القرى التي تقع في محيط اليهودية، في يعني مقاطعة اليهودية يعني فهي قرية صغيرة واليهودية مليانة بعشرات بل بمئات القرى، قرية من القرى اللي موجودة في اليهودية هي قرية بيت لحم. أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا يعني أنت قرية صغيرة جدا وفي في يهوذا آلاف القرى ومئات القرى الأخرى اللي أكبر منك وأهم منك وأعظم منك فمنك من من بيت لحم فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام القدم. الايه دي يعني من اجمل ومن اروع الايات اللي يعني فيها تفاصيل كثيره جدا عن ميلاد الرب يسوع المسيح. الايه دي كمان مش بس فيها تفاصيل عن ميلاد الرب يسوع مكان ميلاده. ده فيها تفاصيل عن طبيعه هذا المولود. يعني يمكن اتكلمنا عن الجزء ده في حديثنا في الحلقات السابقه عن لاهوت المسيح. وعرفنا انه حتى العهد القديم بيتكلم على انه المسيح شخص ازلي. هو لم تكن بدايه المسيح في بيت لحم. يمكن كل واحد فينا له بدايه. البداية هي المكان الذي بنولد فيه اليوم اللي بندخل فيه إلى هذا العالم لكن المسيح هو في وجوده سابق لتجسده الكلمة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله وبعدين يجي في عدد 18 والكلمة صار جسدا بمعنى أن الكلمة دخل إلى العالم وصار جسدا وحل بيننا لكنه الكلمة موجود من امتى موجود منذ الاذل منذ الاذل في البدء قبل ان يكون البدء خلق العالم كان الكلمة موجودا عشان كده لما يتكلم هنا عن شخص المسيح مش بس بيكلمني عن مكان ميلاده في بيت لحم مع انه ده جميل جدا وده موضوعنا النهاردة لكن كمان بيقول لي اوعى تفكر انه دخوله الى العالم في مدينة أو قرية بيت لحم هو بداية هذا الشخص العجيب، لأ هذا الشخص العجيب يقول عنه ومخارجه منذ القديم منذ أيام إيه؟ الأزل، يعني هو ده موجود منذ الأزل. هو كل اللي عمله إنه دخل إلى العالم في لحظة من اللحظات. في ساعة من الساعات. في مكان. في زمن من الأزمنة. في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس فدخوله العالم هو شخص عجيب شخص ازلي مخارجه منذ القديم منذ ايام الازل طبعا صفة الازليه دي صفه الهيه لا يمكن ان تعطى لي انسان فالوحيد الازلي هو شخص الله لكن لما يتكلم عن المسيح هنا بيتكلم عنه على انه شخص ايه ازلي شخص ازلي دخوله للعالم وتجسده لم يكن هو بدايته لكنه ليس له بدايه فالذي ليس له بداية دخل إلى العالم وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، ودخوله إلى العالم لم يؤثر في طبيعته، هو ارتضى أنه يأخذ جسدنا، لكنه ظل الإله الأزلي، الكلمة الأزلي. ولد في بيت لحم أما أنت يا بيت لحم أفرأت وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل وما خارجه منذ الأزل شوفوا بقى تحقيق هذه النبوة وده الشيء العجيب اللي بنراه في كلمة الرب يقول الكتاب في تلك الايام في تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونه وهذا الاكتتاب الاول جرى اسكان كرنيليوس والي سوريا فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته فصعد يوسف ايضا من الجليل من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه الى مدينه داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم امراته المخطوبه وهي حبلى وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته واضجعته في المزود اذ لم يكن لهما موضع في المنزل إحنا يمكن بنقرأ النص دون وما بنقفش كتير اه اه نفكر فيه. لكن هنا بنشوف الإله الذي هو إله التاريخ كله. هو الإله المتحكم حتى في قلوب الملوك. هو يجعلها كجداول مياه بين يديه. معروف ان المسيح لابد أن يولد في بيت لحم. المسيح لابد ان يولد في بيت لحم والا يبقى اللي قاله ربنا من 700 سنه عن ميلاد المسيح في ميخا ملهوش اي قيمه. لكن يوسف وامراته عاشوا في الجليل. عاشوا في مدينه هي مدينه الناصره. عاشوا في الجليل. اي نعم هم يعني من بيت داود ومن عشيره داود لكن لسبب من الاسباب تركوا المنطقه دي او الاجداد او الاباء تركوا المنطقه وعايشوا في منطقه اخرى ومريم وجدت حبله بالروح القدس مش في مدينه بيت لحم و... والطفل قرب على الولاده وهي عايشه مش في مدينه بيت لحم. وقاربت على الولاده ومفيش ابدا اي سبب لا سبب منطقي ولا اي سبب يجعل امراه تغامر بحملها بالتفكير البشري يعني او يوسف يغامر بمريم وبالجنين ويسافر ويتحمل أعباء السفر علشان يروح إلى مدينة بيت ليه يعني يعمل ايه هناك أنا أقعد هنا وتولد وكل الأمور تبقى بخير بدل ما أنا أعرضهم للخطر يقوم الله في سلطانه المطلق يحرك القيصر اللي هو القيصر الروماني اللي هو أغسطس قيصر اللي حكم روما من سنه 27 قبل الميلاد حتى سنه 14 ميلاديه. هذا القيصر يصدر امر هذا الامر هو امر خاص بالاكتتاب تعداد السكان وعلشان الانسان يطيع القيصر عشان مريم ويوسف لازم يطيعوا هذا الامر ما دام طلع من القيصر يبقى لازم هذا الامر يطاع والا بيبقى امامه الحياه كلها والموت فمريم ويوسف الاتنين قرروا انه احنا لازم نعمل كده لانه ده امر من القيصر وده امر بالاكتتاب وعشان نكتتب لازم نرجع الى المدينه اللي احنا اساسا منها وهي مدينه بيت لحم. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته، يعني انا لو لو انا من المنيا كويس؟ لكنه ابويا عايش في القاهره وانا اتولدت في القاهره لما يجي وقت الاكتتاب ارجع الى المنيا التي انا منها علشان اكتتب، انا طبعا مش من المنيا بس يعني بدي مثلا كويس ف, ف... ال... او ارجع الى سوهاج اللي انا منها اجدادي فلازم ارجع الى المدينه اللي انا منها اللي عيلتي منها اللي عشيرتي منها ارجع اليها فكان لابد ان يوسف ومريم يرجعوا الى بيت لحم عشان كده يقول الكتاب فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه يوسف سافر بمريم وهي على وش الولاده على وشك الولاده وغامر بهذا لانه ما فيش امر اخر ما فيش مفر من كده عشان كده اخذ مريم وراح الى مدينه داود التي تدعى بيت لحم وكان الله حرك كل هذه الامور حركها كلها هو الذي جعل القيصر يصدر الامر دون في الوقت المعين دون علشان يوسف ومريم يتركوا الجليل الناصره ويذهبوا الى بيت لحم لكي ما يولد المسيح في بيت لحم وده بيخليني ادرك قد ايه عظمه كلمه الله انه ليس الله انسان فيكذب او ابن انسان فيندب أفيقول ولا يفعل مش ممكن كل النبوات اللي قالها الرب هنا بتتحقق وتحققت هو مش بيقول حاجة وبعدين يقول يا انا مش قادر اعملها لكن الرب عارف انه لابد ان المسيح يولد في بيت العهد هي هذه المدينة التي اختارها الرب منذ الازل لكي ما يولد فيها شخص الرب يسوع المسيح وما فيش حاجة ابدا هتوقف ده فاضطر انه يحرك قلوب الملوك. طبعا القيصر ده القيصر مش بس ملك ده مش ملك اليهوديه ده القيصر ملك العالم كله. وفي تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر. اللي وعد بيه الرب هيتم. مفيش كلمه من اللي نطق بيها الله هتسقط. دون ان تتمم مقصده منها كل كلمه خرجت من فم الرب وكل وعد وعد به الله وكل نبوه قيلت مهما كانت الظروف والاحوال هيحققها هيحققها وده بيدينا طمانينه اعزائي المشاهدين واحنا بنشوف العالم اللي حوالينا المضطرب اللي مليان بالحروب والانفجارات والقتل والذبح بدينا طمأنينة انه الكلمة الاولى والاخيرة ليست لبشر الكلمة الاولى والاخيرة هي لله هو سيد هذه الارض كلها هو سيد المسكونة كلها هو الذي قال عنه ايضا دانيال النبي قديما إنه يغير الأوقات والأزمنة يعزل الملوك وينصب ملوك هو المتحكم في مملكة الناس قال قبل كده زمان إنه بعد سبعين سنة هرجعكم من السبي فأقام كورش الذي صنع أمرا لم يصنعه ملك من قبل أو من بعد هو إنه يسمح للمسبيين إنه يرجعوا إلى بلادهم وفعلا في السنة سبعين بعد تمام سبعين سنة بالضبط صدر أمر كورش أن اليهودي أو أي شخص آخر عايز يرجع إلى بلده يرجع أوعى تفقد ثقتك في كلمة الله وفي وعد الرب قد لا نرى الأمور بهذا الشكل لكن الحقيقة بتقول إن الله هيتمم وعوده فهو أمين وعادل هو أمين وعادل هو عندما يعد هيحقق ما وعد به يعني أنا لو, لو ما كان يوسف و ويمكن عارف النبوة دي من زمان أو حتى مريم ومريم الآن على يعني في, شهرها الأخير أو أكيد ممكن النبوة دي يعني ليها معنى آخر غير أنه يولد المسيح في بيت الله لكن إزاي الرب يحرك التاريخ كله ويحرك القيصر. لا صدر امر من القيصر سنه قبل ولا صدر امر من القيصر سنه بعد، يعني ما تاخرش، ولم يتاخر الامر شهر قبل ولا شهر بعد. لانه كان ممكن لو لو هو شهر قبل لو افترضنا واضطروا انهم ينزلوا وهي في شهرات سابع هتكتتب وبعد ما كشفتها بيعملوا ايه احنا ملناش حد هنا تعالي نرجع تاني لبلدنا نرجع تاني للناصرة وتولد في الناصرة لكنه صدر الامر لكي عندما تدخل مريم بيت لحم بمجرد دخولها الى بيت لحم بمجرد دخولها مع يوسف الى بيت لحم يقول الكتاب هنا ليكتتب وبينما هما هناك ما لقوش مكان حتى كانش لسه في مكان اعد ليهم علشان يولد يقول الكتاب وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد جالها الوجع وهي هناك ما هو لازم تولد في بيت لحم لازم يتولد في بيت لحم لازم فولدت ابنها البكر وقمطته واضجعته في المزود اذ لم يكن لهما موضع في المنزل عظيم هو الرب وعظيم اسمه في الجبروت اجي الى نبوه اخيره في اشعياء اشعياء تسعه وعدد سته وسبعه لانه يولد لنا ولد يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرياسه على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام اربع اسماء وكل اسم من دول مركب اسمه مركب البعض بيحطها خمس اسماء لكن هي اساسا في اللغه الاصليه هي تعتبر اربع اسماء: عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام ده شخص المولود يسوع يولد لنا يدخل الى العالم هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد الكلمه الذي صار جسدا دخل الى العالم الرب يسوع في حياته راينا فيه هذه الصفات والاسماء. هذه الاسماء هي اسماء حقيقيه فيه. هي صفاته. عجيبا مشيرا بمعنى عجيبا في مشورته. وكلمه عجيب تحمل معنى الفوق الطبيعي المعجزي هو في مشورته عجيب هو ليس كباقي الناس. هو يفوق خبرة الناس وإمكانيات البشر. هو يصنع معجزات وآيات، هو صانع عجائب. كلمة مشير مش بتعني إنه يدي نصيحة. لأن النهاردة ممكن أقول إيه أنا رايح عند المشير بس عشان إيه؟ آخد رأيه وأستشيره في مشكلة أنا فيها أو في ظروف معينة أو في حالة نفسية أنا محتاج إن أنا أستشير حد، آخد رأي حد. كلمة مشير لا تعني انك بتاخد راي حد كلمه مشير هنا في في الجزء ده وانا الكلمه العبري هنا بتعني انه عنده الحلول لكل مشاكل الانسان عنده الحلول هو عنده الحل عشان كده هو الحكيم وحده وفي كلماته كل الحق ولا يوجد في كلامه اي اعوجاج عشان كده لما الناس كانت بتسمع الرب يسوع كانت بتتساءل من دون اللي بيتكلم بسلطان وليس كالكتب والفريسين كانوا يندهشوا من تعليمه للمشوره وللراي انا الفهم للقدره مشيرا عجيبا مشيرا في او عجيبا في مشورته هو الها قديرا هو الاله الذي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر هو لانه هو الله الظاهر في الجسد الذي يستطيع ان يهدئ البحر الذي يستطيع ان يشبع الجموع الذي يستطيع ان يقيم من الموت هو الها قديرا الها قديرا ابا ابديا ابو الابديه هو اب الى الابد كمان كل ابائنا البشريين بيتركوا لكن الله في ابوته لا يتغير هو اب ابدي سيظل ابدي سيظل في علاقته معنا الى الابد لن يتغير جزء الاخير رئيس السلام وما احوجنا هذه الايام في بلادنا وفي العالم كله من مصر تركيا لالمانيا لسوريا للعراق لليمن لكل البلاد والاردن لكل البلاد المتالمه من القتل والذبح من الارهاب والعنف ما احوجنا الى رئيس السلام الوحيد الذي يصنع سلاما في كل مكان يوجد فيه هو شخص الرب يسوع وعندما ندعوه كافراد او ندعوه كشعب او ندعوه ككنيسه يصنع الرب سلاما ياتي بسلامه العجيب كل سنه وحضراتكم بكل خير والى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم